الخبرات والفوارق الإعداد والدوافع النفسية بالنسبة لي المتوفرة لفريق الهلال، فوز على الاتحاد، فوز على النصر مرتين، فوز على الشباب، دي كلها بأكيد لك إنه مدى الاستعداد النفسي ومدى الاستعداد الذهني ومدى الفوارق الفنية الكبيرة جدا جدا بين الهلال وبقية بقية الأندية. بقية الأندية. الاتحاد انتصار جميل وانتصار جاء في وقته تماما، وده بأكد لك برضو مدى قوة إرادة نادي الاتحاد ومدى تمسكه بإحراز البطولة. كونك أنت تخسر الكلاسيكو، كونك أنت تخسر الكلاسيكو دائما خسائر الديربي أو خسائر الكلاسيكو عنده ظلال سلبي على المباراة اللي بعدها طوالي، يعني بتكون في اللعيبة بتكون شوية كده نفسياتهم في انهيار نفسي، في عدم ثقة، في كده. فكونه الاتحاد يعود وينتصر في المباراة بعدها طوالي ده بيدلل عليه مدى الجاهزية النفسية ومدى التهيؤة النفسية اللي شرنا لها نحن في الحلقة اللي فاتت يوم مباراة الهلال والاتحاد. قلنا انه هو عطفا على ظروف الممر بها الهلال الاتحاد الليلة اليوم انه الهزيمة في خلال النقص العددي الكبير جدا جدا اللي كان حاصل في الاتحاد انه الهزيمه منطقيه، لكن كنا بنتمنى انه اداره النادي والجهاز الفني واللاعبين يكون عندهم شنو تهيئه نفسيه انه بحيث انه يقدروا يتجاوزوا الهزيمه بسرعه، واعتقد انه قدروا يتجاوزوا الهزيمه. طيب. فوز الاهلي؟ فوز الاهلي عوده الروح للاهلي باي شيء، الاهلي يعاني مباراه مهمه يوم الجمعه امام الهلال. ايوه الاهلي يعاني، الاهلي يعني داخل في منعطف صعب جدا جدا، فوز اعتقد انه مهم وجاء في وقته تماما وجاء في مرحله الفريق يعاني فيها ويحتاج لكسب ثقه ازيد، يعني خاصه انه المباراه القادمه مع الهلال اعتقد انها مباراه بتكون صعبه جدا جدا عليهم.